سريح 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 بابا. What class are they? يصف أنتو. رابع أنتو. رابع. العام الدراسي العام كانت في زيارة لمدارس ممثلية أربية ونفس الأسلوب زميلاتكم الطالبات كانوا يشتكون من موضوع عدم العبور لكن عندنا وزارة تنظر بمعاناة الطلبة. What is their favorite subject? شنو المادة اللي أكثر تحبوها؟ ليش على مودة تزودون إنجليزي؟ أنتم مستقبل تلكيف نينوى موصل أو نينوى and Iraq والعراق أيضاً. لذلك تشجعوا وانظروا إلى الأمام. حضرنا اليوم اجتماع مع السيد بيتر الممثل عن يونيسيف العراق في مقر تربية قضاء الكيف وتداولنا في هذا الاجتماع عديد من الأمور التي تهم تربية نينوى وتربية الكيف تحديدا. وبعد عقد الاجتماع زرنا ثانوية الكيف للبنات لإطلاع على واقع الحال وسبل التعاون ما بين المدير العام لتربية نينوى ووزارة التربية من جهة واليونيسيف من جهة أخرى. وخلال الزيارة لاحظ السيد بيتر والوفد المرافق له الإمكانيات العالية لطلبتنا والإنجازات التي حققتها وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسيف. وفي ختام هذا اللقاء اتفقنا على كثير من المشاريع التي تدعم العملية التربوية والبنى التحتية في تربية نينوى وتربية الكيف تحديدا. تحوم حولنا وتسبح بالفضاء. قلت لها من أنت؟ قالت أنا حمامة السلام. قالت أنا حمامة السلام. ألم تسمعي باسمي؟ Talkeif, like the whole of Nineveh and its children, have been through a very difficult period. Talkeif, مثل بقية أجزاء محافظة نينوى مروا بأوقات صعبة جدا. Talking to some of the girls today, it brings to you how what difficulties they've had in the past. نقصد بهالكلام المدارس او الاطفال الموجودين في المدارس مثل ما التقينا اليوم ببعض من عندهم في المدارس وسمعنا القصص الصعبه اللي مروا بها. Education puts them in a position to look towards their future. التعليم يخليهم في موضع ينظرون إلى مستقبلهم بطريقة جيدة. The Directorate of Education, UNICEF, all the other partners working together will be challenged by trying to resume the education facilities right across the governorate. وزارة التربية مع اليونيسف بالتنسيق مع يونيسف بذلوا جهود كبيرة من أجل دعم التعليم وتطوير المستوى التعليمي في المنطقة. But everything is being done to try and get the children back into school, get the teachers and the pupils together so that they can resume their educational future. Okay. فكل هاي الأطراف عملت مع بعض من أجل استعادة الأطفال أو الطلاب إلى مدارسهم وتنشيط الدور التعليمي في حياتهم وفي بلدهم. Strong women is what this society requires. المجتمع القوي هو اللي يحمل سيدات أقوياء قويات مثلك.